السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس بخير؟ والله غير تلفت لي خاوتي، درت الفيديو هذاك اللي كنت لازم ندير، واللي قبل هذا تاع اللي حسبوا لنا 20 مباراة دون هزيمة، وخرجت التشكيلة على البكري، يعني مضارية تخرج اوناس روطار كذا منا، اليوم خرجت 45. انا ندير في الفيديو وننشر فيه، وشفت التشكيلة خرجت. بو ما عليناش نجو نحكوا على التشكيلة، راني مصادف كيفي كيفكم، مازال ما شفت التشكيلة، راح نقراها معاكم ونهضروا كي نكملوا نقراوا التشكيله، نهضروا واش لازم يديروا اللاعبين تاعنا ونميز ونقيموا التشكيله هذه. بون خاوتي، روابط المباراه على بالكم عندكم ديجا، راكم تشوفوا فيفا واسمها فيفا تي في، تروح تاع اليوتيوب تشوفها بلونجلي، كاين واسمهم بيان سبورت تاع اليوتيوب راهم يديروها بالعربيه. ورغم هذا نزيد نحط لكم الروابط، تلقاهم في اول تعليق. المباراة تبدا 8 بتوقيت الجزائر، وكل التوفيق وكل التوفيق وكل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، وتبقى كرة قدم. نوصوا ربحنا ولا خسرنا، ان شاء الله نربحوا، انا نرشح الجزائر ونتمنى الجزائر تربح، واذا خسرنا نورمال، هذه كرة قدم فيها ربحة وخسارة، ماشي ما راحش تخسر حياتك كاع، ولكن نحاولوا ما نخسروش هذا الماتش، لان باش ما يعسوهاناش في دون هزيمة. هذا ما كان راني حكيت في الفيديو، اللي حبي يفهم الموضوع راني درت الفيديو. بون نبداو بالتشكيله، راكو تشوفوا الرئيس مبولحي، حسين بن عياده، إليا الشتي، محمد الامين توقاي، سافار هم قدم مباراه، قدم مباراه مليحه، عبد القادر بدران، حسام الدين مريزيق. هاوليك مريزيق تقولوا لي حمراء، انا قلت لكم يا خوتي كي تفوت الربع نهائي خلاص الحمراء. بون بالعمري ما راهوش دايرو، سفيان بن دبكه راهم قدم مباراة مليحة، ياسين ابراهيمي راهو داير وسط ميدان، يوسف بالليلي على الجناح وراهو داير طيب مزياني، وراه وداير مروان زروقي، يعني بونجاح ما كانشو. بو خوتي مباراة هادية بوقرا ان شاء الله يكون عارف قراها، التشكيلة عجبتكم ولا لا؟ يعني بون نقدروا نقولوا خصت فيها الخبره تاع باريزون بونجاح، خصت فيها الخبره تاع بونجاح، ما لاباليش علاش ما لعبوش بورتو، راهو تعافى، قال لك باللي لازم الفيفا تسمح له، لازم تقرا الدوسي تاعو باللي راهو مليح صافا، سورتو تاع المخ، هذيك ارتجاب في المخ، تسمح له لا 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 بالك ما سمحولوش، رغم انه الطبيب تاعنا قال باللي راهو مليح. بون التشكيله هذه احنا مالغري من داك نقولوا انه خصت الخبره، من داك كيما قال بوقرا كي يلعب بونجاح ينتقدوه، وكي ما يلعبش يحسوا بالنقص تاعو. بون ثاني بالعمري وكذا منا، ولكن معليش هاد الشباب واش ننصحكم يا شباب، على بالكم باللي بالماضي راهو يتبع فيكم، وعلى بالكم باللي كاين من اوروبا جاوا كيما نقولوا مكتشفين باش يشوفوا اللاعبين اللي يعجبهم يدوهم، فهذا المباراه تلعبوها على جل الاعلام يا خوتي، ماشي غير على جل ارواحكم، لعبوها على جل الاعلام، قاتل وخليكم من نرفازة وكذا منا، قاتل العب صباط، العب 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 قلب، العب قلب، لازم قاعد تدافعوا وقاعد تهاجموا، هذه هي، ماشي تهاجموا وقاعد تسمى تخلي اللور مفتوح، نو، قاعد تهاجموا يعني تعاونوا الهجوم، يعني تبنوا اللعب وحاولوا انكم كيما نقولوا تحرموا المغاربه، شوف سورتو لاطاك، حاولوا انكم تحرموا المغاربه من وسمو. حاولوا انكم تحربوا مزياني راهو لاعب باو اسمه وسعيد ما راهوش لاعب، هذه مليح، انا درت مزياني البارح كان اللي ينتقدوه بزاف، يا خاوتي مزياني كانت اللعب كاع من الجهه اليسرى، بكل صراحه ابراهيمي بالليلي، ابراهيمي بالليلي كيفاش انت حبيتو يتالق وتشوفو، ماشي هو اللي ما لعبش، الكره ما كانتش تلحقو، ولا هذيك لازم نلعبو على الاطراف، لازم الكرات هذه نقطه مليحه، لازم نلعبو بيناتنا كاع، ما كانش تما ابراهيمي موالف يلعب مع بالليلي ولا بالليلي يقعدوا يلعبوا بيناتهم وهذيك من الجهه اللي نو، كان زوج اجنحه خو، ما كانش جناح واحد، عندك تغارات لازم تمشي البالون هكذا باش كيما نقولوا تفتح تغارات من كل النواحي، ماشي غير تكملوها من الجهه اليسرى، هذا منتخب ما راناش في حومه، انا هذا واش نطلب باللاعبين تاعنا خاوتي، هذا واش نقدر نقول لكم، وممكن جدا ما يلحقكمش رابط بعد المباراه، بعد المباراه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نجو فرحانين، وان شاء الله تاهل المنتخب الجزائري الى نصف النهائي، هذه هي الكوبا داراب ولا ما على باليش كيف، كاين بزاف اللي ماهوش عاجبهم كي راح المنتخب، معليش ان شاء الله. بوقرا يا خاوتي ما ننتقدوش كمدرب، كان ممكن بعض الاختيارات كيما بالليل اللي داروا جناح ايمن هذيك ما خرجتش هذه،
بصح لازم نعطوا له الفرصه، لانه جديد ما تجيبش انت بالماضي، راه لاعب مدرب في قطر سنوات وسنوات حتى ولا كيما نقولوا واجد 100% باش جا للمنتخب الوطني. بوغرا راهو جديد مازال يزيد ياخذ خبره، مازال ما لقاش روحه، مازال حبيت نقول لكم مازال ما لقاش الخطه تاعو سبيسيال تاعو اللي يبدا يربح بها المباريات يولي يعتمد عليها. بوغرا راهو يحوس على خطه، اي مدرب يركز على خطه كيما غوارديولا عنده الخطه تاعو، جمال بالماضي عنده الخطه تاعو، بوغرا لازم تكون عنده البصمه تاع الخطه تاعو، هذيك الخطه يولي يمشي عليها. راهو مازال جديد ما يتلامش بوغرا مليح، يعني مالغري راهو يزيد راهو مقدم نتائج مليحه بكل صراحه. هكذا خوتي ما نطولش عليكم، ان شاء الله نتلاقوا من المباراه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.